دلوقتي مع اليهود في منطقة ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها، وادخلوا المسألة على أنها أمر ديني، ما تأخذوش على أنه أمر عربي ولا أمر سياسي ولا أمر حاجة، لا، ادخلوها إيمانيا إسلاميا، وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعا عبادا لله. فإذا كنا عبادا لله لن يتمكنوا منا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها. ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا نحن، ونحن قد تفصينا عن منهجنا وأصبح كل يتبع هواه، كانت القضية القرآنية ما تنفعش. يبقى لازم حصل كده، لازم يحصل كده. يبقى ثم رد. ولذلك بعض العارفين الذين نعتقد قربهم من الله حينما أخبرنا بأن اليهود دخلوا بيت المقدس سجد لله، فقلنا أتسجد لله على أن دخل اليهود بيت المقدس؟ فقال نعم، صدق ربنا، صدق ربنا، لأنه إذا كان يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أيكون دخول ثاني مرة إلا إذا كان خروج أول مرة؟ يبقى لازم يحصل كده. فكأنه هو بيحمد ربنا على أن قضايا قرآنه الكونيات تؤكدها. ثم رددنا لكم الكرة، برضو جات الكرة، مش كمنهم يهود ما نديلهمش الكرة، لا، دك مننا مش عبادا لنا، جات الكرة. نعم، ثم رددنا لكم الكرة عليه. الكلام اللي بيخاطب اليهود، وشوف الدقة بقى، وأمددناكم بأموال، مش كده؟ أغنياء قوي بتوع المال هم، وبنين، كلهم في الجيش، وجعلناكم أكثر نفيرا. كلمة أكثر نفير دي لو أنت بقى تحللها بالكمبيوتر زي ما بيقولوا، تقول يا سلام. ما هو النفير أولا؟ النفير هو ما يستنفره الإنسان لنجدته لأن قوة ذاته قاصرة عن الفعل، تستنفره. طب وهم لهم قوة ذاتية لوحدهم ولا وراهم؟ يبقى أكثر نفير ولا لا؟ لأن وراء وياهم أقوى الدولتين العظميين. يبقى أمددناكم بأموال، صح، وبنين، صح، وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم بعد ذلك يحكم الله قضيته ويقول والله يا يهود إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهل تستمر الكرة يا ربي؟ لا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، كأن ربنا ادانا بشارة اننا برضو حن ايه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، من اللي يسوء بقى؟ عبادا لنا، اكننا حنتنبه من الألم ونرجع عباد لله. وبرضه احنا نلاحظ كده ان البعث الاسلامي والوعي الاسلامي دلوقتي ابتدى، فلما هنكون عباد لله نقول ايه؟ فاذا جاء وعد الاخره بعد الكره لكم ليسوءوا وجوهكم، اشرف حاجه فيكم ايه؟ الوجه، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. الله، ده تاريخ واضح اهو، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. طب ده انت في المرة الأولانية يا رب ما جبت سيرة المسجد ولا دخول المسجد، اقرأ كده. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاص، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاب سيرة المسجد، طب ما وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره، طب ده دليل على ان المره الاولانيه كان فيها دخول.
أم قال لك إيه، ما هو الدخول كان في الامتداد الإسلامي في عهد عمر لما دخلنا المسجد، بس لما دخلنا المسجد مش نكاية في إسرائيل. ليه؟ لأن المسجد في أيامها ما كانش تبعها، لأنه كان تبع الدولة الرومانية، فدخولنا في أول مرة لم يكن نكاية فيهم، إنما هو جايب المرة الثانية اللي هتبقى مين. فإذا جاء وعد أخرى بعثنا وعد الآخرة، بعثنا إيه؟ فإذا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. يبقى الكرة هتخرجنا من المسجد، وده اللي حصل ولا لأ؟ الكرة اللي لهم خرجتنا من مين؟ لكن حيجي وعد الآخرة فنسوء وجوههم وندخل المسجد إن شاء الله كما دخلناه أول مرة. وجاء بالمسجد هنا ولم يأتي بالمسجد هناك، لأن دخول المسجد هنا لم يكن إذلالا لليهود، لأنه كان تبع المسيحية، تبع الدولة الرومانية. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا. الله كأن حتمر فترة يبنوا ويعلوا فيه، أما حنتبر إيه ولا مش بقولوا ليتبروا ما علوا، حنتبر اللي علوه، تبقى لازم تمر مدة يعملوا إيه، يبنوا، وهو ده اللي حصل ولا لا؟ وليتبروا ما علوا إيه، ما علوا تتبيرا إن شاء الله. احنا بقى في انتظار فاذا جاء وعد الاخره، وانتظار وعد الاخره في ايدنا، ربنا عاملها وعد شرعي. ان عدنا عبادا لله كما كان في المره الاولى سنسوء وجوهه، وسندخل المسجد كما دخلناه اول مره، وسنتبر ما علوا تتبيرا.